احنا بنجيبها غاليه والناس ربنا اللي عالم بيها برضه. يعني احنا بنجيبها غاليه وبنبيعها غاليه يعني حرام. الفراخ الكيلو واقف بكام دلوقتي؟ وصلنا على نسيب 35 نسيب 30 مش كده. والحمام؟ والحمام اسعار الحمام في بيبدا من 35 و40 و50 مش كله حسب حجم الحمام. الجوز ب 50؟ الجوز ب 50 و45 و35 حسب ايه؟ حسب الحجم. حسب حسب حجم الحمام. والبط؟ وذكر الذكر البط اللي شاريه من ايد الفلاحه النهارده ب 150 جنيه. لا زادت زادت الضعف زادت الضعف. يعني احنا كنا بنجيب الذكر البط من ايد الفلاحه في مواسم زي كده الذكر اللي يقول لك انا وانا ب 100 جنيه 50 جنيه. الموسم بقى بتاع رمضان السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا اسوأ من السنه اللي فاتت؟ ده اسوأ كل حاجة. انتوا مش بتشتروا عارفين كل حاجة؟ كل حاجة غالية والله. كل حاجة غالية. الناس اللي كانت بتشتري كميات كبيرة عشان خاطر تخزن رمضان دلوقتي ما عادش. بصي انت جيت على غفلة اهو لأي حد اللي جاي ياخد فرخة فرختين. انا زبون بيتصل بيا عاوز فرخة بعت نظفها. انا بقالي 15 سنة عمرك ما شفتي موسم كده. حاجة غالية حاجة غالية والناس غالية. الفلاحة بتبيع حاجة غالية هتضطر ان يتباع لنا غالي صح؟ انما كده الكيشة كانت بكام؟ 2 جنيه كان كيلو الكيشة ب 2 جنيه وبجنيه ونص. حاجة غالية والله الأسعار غالية. الناس بتشتري دلوقتي يعني الناس بتشتري لا يعني هل الموسم دلوقتي نفس الموسم بتاع السنة اللي فاتت ولا البيع قل؟ لا هو قل من الغلا. الناس غلا يعني كان بياخد 10 فخات دلوقتي بياخد 2 اللي كان بياخد دكان بالورد بياخد دكان بالعسل. حاجه غلط في الناس بجد. طب تاخير الناس والله في الغلط تاخير الناس. شويه دولت ب 50 جنيه. اسعار ايه؟ اسعار ايه؟ احنا عايشين؟ احنا ميتين يابا. ايوه المفروض الناس بدل ما تاخد تروح تدفن نفسها في التراب احسن. هو الحال كله مايل. دولة انت بتقول تضامن، تضامن مين؟ نقول الحكومه كلها. ناجح كل الوزراء اللي قاعدين يابا اقول الحكومه كلها حكومه اوسخ حكومه جت ولا ينفعوا على مستوى مصر كلها في السنين دي كلها. ولا مبارك ده هم غلبوا اللي عملوا مبارك. مبارك كان بيسرق ها كانوا بياكلونا بس كانوا معيشينا بخير. مبارك لما مشي كان الدولار بكام؟ ب 6 جنيه. دلوقتي الدولار بكام؟ 17 جنيه صح ولا احنا غلطان؟ طيب مبارك ده طفل مبارك في رئاسه الحكومه كلها. في الوقت ده كل حاجه زادت عن الاول. كل حاجه الله وكيل القاع اثنين. يعني الفرخه اللي كنا بنجيبها ب 40 جنيه دلوقتي بنجيبها ب 60 جنيه. غير الاول. فاللي كانت الحاجه دلوقتي بقت مثلا تزيد. هي دي الاسعار. ده هيخلي الاسر المصريه اللي كانت مثلا بتجيب كميه كبيره من الدواجن واللحوم وهتتخزنها عشان رمضان يعني كميات تقلل. انا كنت بجيب الفرخه توصل 50 مثلا 45 النهارده بتزيد تزيد لها 5 تزيد لها 10 فيعني غصب عن الله. وبعدين الواحد بيمشي مع الاسعار بقى ما تتعمل ايه. كل لحمه برضه في رمضان هتبقى ب 200 جنيه على حسب قولهم. والسيده غدا والي مش عايزه تدي المعاشات 20% هي بتدينا من جيبها ما بتديناش من جيبها. وبعدين تيجي تلاقي واحد يقول لها المعاشات مش عايزين 10% قالت لهم ما تديهمش. حرام عليها يعني تراعي للناس وتراعي لاصحاب المعاشات. انا اول مره اشوف وزيره تعمل كده. انا مش عارف الرئيس متمسك بيها ليه.